كبيدات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الا امرتش في القناه ديالي ديري ابوني، ما تنساوش تخليو لي بزاف بزاف ديال القلوبه دابا اختي، عطيو خلي لي القليبات في لي كومونتير هما باش كنعرف واش عجبكم الفيديو ولا لا. مرحبا بكم في هذا الفيديو عاوتاني، نهار جديد في السفيره ديالنا. فكل نهار كنحاولوا اننا نمشيو لبلاصه جديده ولبلاصه مختلفه، مهم بلاصه اول مره غادي نشوفوها وداكشي، واخا حنا اكادير اصلا اول مره غادي نشوفوها. فاليوم كنا غاديين لانزا، دونك انزا هي بلاصه اللي قريبه لاكادير واقله بشي 20 30 كيلومتر، كتمشيو لها غير في الطاكسي. زعما اللي ما عندهمش طوموبيل، اللي غاديين بلا طوموبيل هنايا صافي كنا جينا ليها. واول حاجه قالوا لنا الا غتمشيو لانزا ضروري تاكلوا فيها الحوت. ايوا صافي اختي، جينا نيشان نتغداو، وهي اول حاجه مع شويه البنات. واحد الصهد واحد الصهد واحد الصهد عندهم هنايا اكادير سخونه بزاف، ولا نقول لكم انه انا ديت معايا الحوايج سخان، يعني ديت معايا اكثر قوام شكوم وداكشي، لانه قلت كاين البرد. علاش؟ لانه انا بالنسبه لي اكادير قريبه للصويره، فانا كنقول راه الصويره فيها البرد دونك اكادير غيكون فيها البرد، ولكن لا البنات اكادير سخونه سخونه سخونه. منفعوني غير الحوايج اللي غادي نشري من بعد هما اللي بقيت كنلبس، والحوايج حتى هما الكسيوات اللي كنت وريتكم شريت من البال في الفيديو اللي فات هما البنات اللي بقيت كنلبسهم هنايا، لانه فريمون ما ديتش معايا حوايج ديال الصاد. وانا عاد من بعد قالوا لي بالعكس اكادير كتكون ديما سخونه وتشتا ديالهم كتكون سخونه. صافي دونك هنا كما قلت لكم داكشي، جينا هنايا في الصهد كان وقيت الغدا، قلنا ندخلو نتغداو الاول على ما تبرد الشمس شويه عاد نخرجوا. خدينا هنايا البنات فريتور ديال الحوت، كان 60 درهم الواحد. ممكن نحاول نعطيكم التفاصيل بالضبط، لا تسولوني عليهم البنات اللي غيبغيو يسافروا من بعد، حتى انا كنبغي نتفرج في شي بنت هكا مسافره شي بلاصه تعطي التفاصيل، حتى انا باش نبغي نمشي نكون عارفه كلشي. الحوت ديالهم البنات كان بنين بزاف، واعر واعر زوين عجبني. كيحطوا داكشي زوين. الكرافات هنا كيحطوا الكرافات رويال كيف ما شفتوا، حنا عندنا في سلا ما كاين اصلا الكرافات ما كيحطوش، نك يحطوا لنا داك الصغير اللي ما فيهش ما يتكال كاع نهائيا، وكان طري لانه كيف ما كنقول لكم راجلي عنده حساسيه ديال الحوت القديم، ف السناك ديما كنجربو به، الا كان الا ضرو كنعرفو الحوت قديم، وما ضروش الحوت كان جديد من غير الكالامار اللي شويه تحسس منه. وصافي مورا ما تغدينا عندنا هنايا كنتمشاو شويه على جهه البحر، فريمون جو زوين والبحر حتى هو زوين بزاف. صافي كنتمشاو باش نمشيو لواحد القهوه اللي حتى هي زوينه بزاف، كيجيو فيها التصاور زوينين وكليسه زوينه بزاف. دونك هنايا كاينه تما مكتوبه داك انزا هكاك، لاكوت ديالها زوينه مقادينها، دايرين بلاصه ديال اللعاب للوليدات، المهم داكشي زوين. صافي البنات بالنسبه للقهوه اللي غادي نمشيو لها غتشوفوها دابا، جات في الاخر ديال لاكوت، يعني كتمشيو حتى الاخر ديالو حدا هذاك اللي كاين ديال الدوفان اللي كاين تما راه معروف. هنا راه كاينه حدا هاد القهوات ديال الديناصور كيقولوا ليها، زوينه البنات، فيها دي ريستو، فيها كاف، فيها حتى اسباس ديال لعب الوليدات الصغار، فيها حتى اسباس ديالو ديال لي زانيفيرسير، المهم زوين الصراحه بزاف. صافي من بعد هنا اختي مورا داك الحوت وداك الغديوه، تلاحظوا البنات ما بقيتش كناخذ بزاف القهوه والو، البنات الصهد صافي ما بقيتش كنقدر على القهوه، في الدار وليت كنشرب ايس كوفي، وهنايا صافي في القهاوي وهذا وليت كناخذ اختي العواصر. وكثرت اللي كانت عندي اكسبيريونس خايبه مع العواصر في القهاوي، كنت كناخذ ما تعجبونيش وداك الشيء. دابا صافي عرفتوا البنات الصهد، ما عرفتش واش المهم هذا العام انا تبدلت بزاف من هذا الكاركتر ديالي، كنحس براسي تبدلت. المهم هنا كنوريكم صافي الاطلاله، جلست هنايا حدا البحر البنات عرفتوا المنظر رائع رائع البنات، عطات واحد الراحه نفسيه قد الدرج اللي كون كنا كانت هاد القهوه وحدنا في مدينتنا كوراني ما كنخرجش منها، عطات الكليسه زوينه والمنظر رائع. صافي هنا كنتمشاو شويه، هنا هاد البلايصه كتجي زوينه فيها التصاور، الا جيتو تصوروا فهاد البلايصه حدا داك القليب تصورت حدا هاد التصويرات واعرين، غتلقاوهم في الانستغرام، ومحديت فكرت نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا لتحت، كنحط فيه اليوميات ديالي ودا فيديو ديال المكياج والتصويرات وكل شيء. صافي هنا من بعد كنا مشينا لعند بنت خالت راجل اللي قلت لكم كاينه هنايا في اكادير، وهنا راجلي اللي نطيب ليهم طواجين جا زوين يا اختي، راكم عارفه راجلي كيصرع الطواجن واصلا طلعت لنا الماكله ديال الزنقه في الراس. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، حتى هنا كاين صراحه ماكله زوينه، حيت ماشي كاع المدن كنلقاو فيهم ماكله زوينه. ايوا صافي هنا اختي كنضوا الطواجين ديال راجلي، واخا ما خلاهاش ينشف بزاف ولكن راه جا. وهنايا اليوم التالي اختي، هنا جينا لحديقه اول هاو اولا جرده اول هاو، كاينه قريبه شويه لاكوت ديال مارينا، المهم ديروها في مابس ولا هذا
هضرها زوينه بزاف. شوفوا لي المناظر، هنا الدخله ديالها كيفاش دايره البنات، زوينه بزاف الشكل ديالها. وشوفوا لي الدخله كيفاش دايره، تواعره البنات. انا كنقول لكم كيعجبني الطبيعه، كيعجبني نمشي لهاد البلايص هكا نكتشف نشوف. والبنات في الانستغرام هما اللي خلاو لي السميه ديالها، قالوا لي سيري تشوفيها رجاء. وهنا اختي لقينا دوك البحيرات هكا وفيهم هكا الحوت، المهم زوين بزاف. شوفوا لي الجمال، اجل البنات جاي زوينه الصراحه. هاد الجريده فيها ما يتصور، فيها زعما بليسات فين تصوروا فيهم، كتشموا النقاء وغير الريحه ديال الربيع. المهم الصراحه زوينه هنايا البليصه. حتى هاد اللعيبات شحال كيعجبون، جاي زوين في الديكور. بقى والو هنايا، نمشيو ندورو من الزيارة. من بعد هنا كنا هبطنا المارينا البنات، وكان الجو واعر، جو زوين. شوفوا لي المنظر، شوفوا 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 كيفاش دايره اللون السما كيفاش داير. المهم كان الجو زوين بزاف اليوم البنات، خصوصا هنا كنقرب يبرد الجو. دونك حنايا داك المره من جينا المارينا قلت لكم كنا وصلنا بالليل في الفيديو اللي فات، كنا وصلنا بالليل وداك الشيء. فهنايا دابا جينا هكا بنهار، الجو ديالها زوين، فيها هكا ما تشوفوا داك الشيء. هنا الفوق كاينين دوك الفريخات، ماما اختي هاد اللقطه صورها سوشي كي ديريها في الفيديو، وانا درتها في الفيديو. ومن بعد هنايا جلسنا في لاكوت، حيتاش داك المره جلسنا في مارينا لداخل، وقلنا هاد المره نجربوا نجلسوا في لاكوت. خديت عصير، زوجي ضروري اختي من القهوه. ايوا صافي، شوفوا لي المنظر، شوفوا لي لون السما كيفاش داير غوز موف. المهم الجو كان زوين البنات. وهنا اختي لغت لي عاوتاني. المهم هذا الفيديو ما عادش حنا نشد فيكم ونشد فيه، ولكن المهم بغيت ندوركم معايا ونسريكم كلشي. وهنا اختي كنا مشينا عند المهم البنت اللي كتجي راجلي، ايوا اختي، وقالت لي راه ما كناكلوش هي وراجلها. قالك راه ما كناكلوش رفيسه بزاف وكسكسو بزاف وداك الشيء، ما عمرها صاوباتهم. قلت لها شنو، اجي اختي ندير لكم الرفيسه، اصلا هي العشق ديالي وهي الاختصاص ديالي. صافي، وديجا قلت لكم الجو سخون، وكنا اليوم ما نخرجوش حنا حتى العشيه عاد نخرجوا. قلنا صافي نجمعوا على شي قصريه ديال الرفيسه. المهم هنا كنت ديجا عجنت العجينه وخليتها ترتاح، كي شفتوها راها جات بنينه. تقول لها واش انت مسافره وكطيبي اختي؟ انا كندير شي حاجه بحب، كندير شي حاجه بالزمني، انا اللي مش هي رفيسه انايا، وانا اللي كنبغي ندير. راكم عارفينني اللي كيتفرجوا فيا ديما اختي عارفين ان اختي عاشقه للرفيسه، ناكلها يوميا ما عنديش الاشكال. ايوا اختي صافي، وهما اختي رحبوا بينا ومشاو مشاهين الرفيسه. قلت لهم ماشي اختي دابا حنا نديروا لكم الرفيسه. صافي، مهم هنا قديت العجينه ديالها، غندير غير التريده البنات العاديه. المهم راه فايته مصوره معكم شحال من مره، وكنقول لكم ديما عتو بكثرت اللي ما كنتش كنبغي هاد الطريقه. كانت كتعجبني الرفيسه بهذاك المسمن اللي على مربع العادي اللي كناكلو حنايا، كانت تعجبني الرفيسه هكا كيجيني رقيق. ولكن ملي جربت البنات هاد التريد ولا كيعجبني اكثر. صافي، وكيجيني ساهل دغيا دغيا كنزرب عليها. ترى قالت لي بنت خالد راجلي هو راه دغيا زربتي عليه. قلت لها صافي دغيا. ايوا صافي، المهم هنايا كنقاده هنايا. واخا البنات عطو داك المقله الاخرى كتكون حسن، هادي هكا الا ما رديتوش معاها البال كتحرقكم. وهذه اختي هي القصريه ديالنا، ما شهيتكم فيها، كتجي اختي بنينه. وسمحوا لي الا شهيت شي وحده اللي شهيت اختي نصاوبها ليها، كاينش المشكل. وهنا صافي الكبيدات في العشيه، كنا مورا ما كلينا مشينا للسلام، عاودنا رجعنا مجموعين. داكشي ما عاود صورتش لكم لانه ديجا صورتها لكم. وهنايا ثاني لغط ليه هنا البنات، مشينا الاغرود. دونك هذه حتى هي بلاصه اللي في النواحي ديال اكادير، كاع البلايص اللي كنوريكم البنات كاينين في النواحي ديال اكادير، انزا ولا هاد اغرود. دونك هي معروفه بمدينه الالوان. هاي من مدينة الألوان والفيلاج الألوان. المهم جينا اختي، كان عندي تساؤل كيفاش تكون دايره هاد البلاصه. المهم حنا ندخلوا لداخل، واخا جينا اصلا من تمايا ولكن ندخلوا لكم كي داير الدنيا. ولكن الحاجه الزوينه هنايا انه كاين الحمام. المهم هو فيلاج يعني ماشي مدينه كبيره، غير فيلاج صغيور. ولكن ولكن كان كاين الفوق، كاين لي زوطيل بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو لهنايا وهذا. ايوا صافي، المهم
مرحبا بكم في مدينة الألوان، هيا بنا. وهذه كانت هي اغروده البنات. بالنسبه للبنات اللي غيقول لي واش فيها ما يدار، فيها فقط هادشي اللي كتشوفوا، هاد الديور بالالوان هذا اللي كنتو باغين تكتشفوا تشوفوهم ولا تصوروا تمايا وصافي. ما فيهاش صراحه لا قهاوي ولا بلايص الماكله ولا عامره حتى شي حاجه، يعني ما فيها حتى شي حاجه من غير هادشي. ولكن ما ندمتش انني جيت لها، والناس اللي كيبغيو حتى هما يكتشفوا، حيت انا ما تعجبنيش نشوف واحد الحاجه مثلا طلع لي في انستغرام ولا هذا ونقول لا كون غير مشيت لذاك البلاصه، اللهم نمشي ونكتشف اختي. حتى نتوما اللي بغيتو تجيو لهنايا شو جيو اكتشفوا، هي كاين بصراحه الهدوء والبحر ديالها زوينه، بغيتو تقدروا تعوموا فيه. ولكن زعما انا قلت لكم راه هادشي اللي فيها ما غتكملوش فيها ميم باربع ساعه وغادي تمشيو بحالكم. صافي هناك كنا راجعين باش نمشيو للتغازوت. المهم سرينا ضربنا دويره وداك الشاي، ودابا بغينا نمشيو للتغازوت، ودابا جالسين هنا كنتسناو الطاكسي. ايوا صافي قلت له راجلي جي دير لوطو ستوب، كنضحك معاه كنضحك نشوف الطاكسي. المهم الصراحه يلا قلت لهم في الانستغرام تنمشي عاد نهضر معكم على التجربه، واش ننصحكم زعما بنت صافي راك بلا طوموبيل وهذا المهم بزاف ديال الحوايج. ايوا صافي اختي دابا شوف 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 ليه كيديروا داك ديال الخيل، شتي شتي راه ما كيتسابقوا ليه. ايوا صافي اختي المهم قلت لكم تعال نمشي عاد نهضر معكم على هادشي كامل. ايوا صافي ودابا تغازوت ودابا اختي كنتسنى هنا الترانسبورت شي طاكسي. قلت لي طاكسي ايوا اختي صافي. المهم انا الصراحه مستمتعه جدا بهكا، راه انا جالسه موري غير الجبال والخلا والقيفار، ولكن احب هذا، انا احب هذا. المهم قولوا لي شعري كي كيجيني مجموعه، انا ما كنزعمش بزاف على شعري مجموعه البنات، ولكن الصراحه هكا قد سوجا حبيت. المهم قولوا لي نتوما كيجيكم. جينا نتغداو، كنت باغا ناخد الحوت، زوجي دار عليه الإضراب. أنا كنبغي الحوت وأنت واش الحوت بزاف؟ كليتي البارح. الحوت يلاه كليتي. البارح كليتي. إيوا صافي وجيت ضامنت معاه، غادي ناخدو ساندويتش تاكوس وباستيشيو. وهنايا الكبيدات جلسنا في قهوه، الصراحه كنا باغيين نجلسوا في واحد القهوات كنشوفهم في الانستغرام وداك الشيء، كيكونوا هكاهم جلسه بلديه في الارض وداك الشيء. ولكن البنات راه الشمس، راه الشمس قلت لكم راه الصهد 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 بزاف جانب. انا بحال الصهد تقريبا قريب للصهد ديال مراكش، الفرق انهما عندهم البحر. صافي ومني قينا فيهم الشمس بزاف اختي قلبنا على شي قهوه اللي هكا غنجلسوا في الكراسي عادي وداي تكون مظلله وصافي. وانا نقول لي اختي بعدا كيف جاني هذا اللوك، بزاف ديال البنات اللي حبوه في الانستغرام وارد شويه رجاء شعرك مجموع تجيك زوين، المكياج اللي درتي جاك زوين، راه ما دايرش البنات شي مكياج، راه غير الشفار الشفار البنات واعرين تبينوا الوجه عامر، راه ما دايرتش شي حاجه مطراسي عجباني الشفار ليكرون ديالي وعكير عادي
وكيبان بحال راكي دايره شي ميك اب. وصافي هنا البنات حتى البنات هاد البحر، عشان البنات هاد البحر راه قاسين مفقوص. انا وعز الدين ان ما جبناش باش نعومو، البحر زوين زوين بزاف بزاف بزاف، وغنعاود نرجعو ان شاء الله باش تعرفوا ملي كنقول لكم على شي بلاصه زوينه راه انا كنكون كنهضرت على راسي. صافي من بعد كنا ترولاكسينا تما وداكشي، وصافي اختي من بعد رجعنا بحالنا لاكادير ونيشان. جينا رجعت لسوق الحد حتى هو كنت قلت لكم راني غنعاود نرجع ليه، فرجعت ليه وغنا اختي لقيت هاد الحليوات هنايا. الصراحه هاد الطريقه ما عمرني شفتها فشي بلاصه اخرى. وصافي جيت حتى هما كنعزل منهم اختي وخديت لينا انا والزوج. وهنا الكبيدات غادي نسالي معكم هاد الفيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم، كنتمنى ان لكم تكونوا استفدتوا شي حاجه، قيدتوا البلايص اللي نتوما تقدروا تدوروا فيهم وتسراو فيهم. فهنا الكبيدات غنسالي الفيديو، ما نساوش من لا جيم ولا كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد.